السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اليوم شابتر 7، اسم الشابتر Transmission Media، يعني وسط الإرسال. المقصود في وسط الإرسال هو الكيبلز اللي كانت توصلنا من خلال الكيبلز، سواء الكيبل كان فايبر أو كوأكسل أو تويستد بير، وممكن يكون الهواء أو الفراغ. يعني في الحالة بيكون إرسال وايرلس، سواء وايرلس أو وايرد، إحنا بنسمي وسط الإرسال الميديا. الموديل بسيط جدا، في عندي سندر وفي عندي فيزيكال لاير هان، وفي فيزيكال لاير عندي الريسيفر، واثنين بيرسلوا من خلال الترانسميشن ميديا او بنسمي ترانسميشن ميديا، قلنا الكيبل او الاير. اذا هو اي وسط بيتم فيه ارسال الداتا، وفي له تصنيفات، هي كلاسز اوف ترانسميشن ميديا. في عندنا جايدد، يعني موجهة، المقصود فيها ضمن الكيبل، يعني ماشي ضمن الكيبل الإرسال. في منه التويستد بير، الكوأكسل مش حندرسه، صار يعني مش مستخدم لنا في الشبكات إلا نادرا، والفايبر أوبتيك كيبل اللي هو صار مستخدم كثير في الباك بونز للشبكات. حندرس من خلال في الأنجايدد اللي هو الوايرلس، الراديو والمايكرويف والإنفراريد إن شاء الله. نبدأ في الجايدد اللي هي الكيبلات، تمام؟ في أول نوع بنسميه، حندرسه، بنسميه twisted pair cable، يعني الزوج المجدول أو الأزواج المجدولة. هذا شكله كلكم تعرفوه، موجود عندكم في البيت، هو يستخدم في خط التليفون، يستخدم لكيبلات الشبكة، شبكات الإنترنت. دائما هذه أسلاك مجدولة، قد تكون ظاهرة لكنها مجدولة، وقد تكون مغطية ببلاستيك، يعني بغطي التنين أو أكثر من اتنين بيكونوا مغطيين وأنت بتشوفهم، مش يعني هو بيكون جوا تويستد بير. طبعا ممكن يكون أكثر من بير، ممكن يكون 4 بيرز جوا الكيبل اللي عندك. أوكي، في المحصلة التويستد بير كيف بيشتغل؟ هو سلكين، طبعا في سلك حامل الإشارة وفي سلك أرضي بنسميه ground reference، هي ground reference، تمام؟ واحد حكى لي إذا signal، تمام؟ الإشارة بتطلع من هنا، من عند المرسل من عند المرسل، وبتروح على المستقبل. يعني بشرح الآن ليش هو مجدول، ركزوا ليش هو مجدول، إيش بنستفيد. الإشارة بتطلع من عند المرسل وبتروح على المستقبل. المستقبل بيقرأ الفرق بين التنين، الفرق بين التنين بالنسبة له هو الفولتيج اللي وصله، هو هذا السيجنال، تمام؟ بين الأرض وبين اللي حامل السيجنال. افترضوا في الأول إنه السلكين متوازيين، درو، أوكي، نفترض إنه السلكين متوازيين، تمام؟ وفي هنا مصدر نويز، تشويش، في مصدر عامل تشويش في المنطقة. وين بتصل إشارته أول؟ بتصل على هذا السلك أول، ثم بتصل للسلك الثاني، تمام؟ المفروض عملنا لون ثاني هذا السريع، نعمل هيك، هوب، وهي السلكين، تمام؟ هذا المصدر المزعج، هذا المصدر المزعج، وهي بيعمل قاعد إيش؟ الموجات بتاعته جاية. وصلت مين الموجات أول؟ وصلت هذا السلك أقرب له، فهو بيعطي سيجنال زيادة. يعني عند الريسيفر لما بيقرأ الداتا، بالإضافة للداتا اللي جاية من المصدر أصلاً، في داتا دخيلة اللي هي النويز، هذا داتا دخيلة أو سيجنال دخيل، فبيقرأ الفرق مشوه بناء على النويز اللي دخل عليهم. والنويز هذا بيختلف من تأثيره على السلك الأول، بيختلف من تأثيره على السلك الثاني بناء على مين أقرب. هذا أقرب إلى المصدر، هذا السلك أقرب إلى المصدر، فيتأثر بشكل أكبر من هذا السلك اللي بعيد عن المصدر. واضح؟ فهيك بطلع خلل في قراءة الداتا، بتطلع قراءة الداتا مش سليمة. هذا لو كان هم متوازيين، لكن لو يكون مجدولين بهذا الشكل، مجدولين الاثنين زي ما احنا شايفين، فبصير الإشارة اللي جاية من واحد بعيد هيك، هذه الإشارة خلص ضربت في التنين في نفس الوقت، يعني هاي هنا بتضرب في هذا وهذا مع بعض، وهنا في هذا مع بعض، فهي بتأثر على التنين بنفس التأثير، فلذلك بتطلع القراءة سليمة. هذا كان هدفنا من الجدل.
انه النويز او الانترفيرنس هذا اللي جاي من برا، السيجنال الدخيل اللي جاي من برا له اسماء كثيره، في منه الانترفيرنس النويز، وفي منه الكروس توك بسموه، كويس، تاثيره بيكون متساوي على السلكين، لذلك هو تويستد. لو جاك سؤال في الامتحان علل يعني او اشرح ليش هو تويستد هذا الاسلاك، فهذا وصفه يعني او الاجابه بتاعته. By twisting the pair, the balance is maintained. خلاص حققنا البالانس بالنسبة لتأثير المصدر of the noise. طب في منه أنواع هذا السلك، زي ما أنتم شايفين هو مغطى ببلاستيك، كويس، هو هان في كوندكتر نحاس، سلك نحاس، سلكين نحاس، وكل واحد مغطى ببلاستيك ومشدولين، تمام. في منه unshielded versus shielded، وفي منه shielded. الانشيلدد السلك اللي عاده عندنا في البيوت وبنعرفه لانه هو الارخص ونحن بنستخدمه، كويس، والمقاولين بيستخدموه في الشركات في المؤسسات لانه ارخص، عنده بلاستيك كفر من برا، زي ما قلنا ممكن يكون الاسلاك جوا مشدود، انت مش شايفها، في بلاستيك كفر من جو من برا بلاستيك، وهنا جوا مشدودين برضه، كل سلك مغطى بعازل بلاستيكا، كل كوندكتر مغطى بايسوليتر، ايسوليتر وعازل. لكن الشيلدد عنده شغله اضافيه، عنده شغله اضافيه انه السلكين هذول في الاول مغطيين بميتال، ميتال شيلد، بعدين مغطى بالبلاستيك. طبعا ميتال شيلد مش هالشيء اللي على الميتال القوي، هو زي ورق السجاير زي ما بقولوا، شيء رقيق جدا، القصدير او كذا، شيء رقيق جدا بسموه ورق قصدير هيك، تمام، بحيث يكون هو يحمي الاسلاك من الانترفيرنس اللي جاي من برا. في الحالة هذا بيطلع جودة السلك أعلى، والتأثير تأثره بالإنترفيرنس وبالنويز اللي جاي من برا بكون تأثره أقل، فبتطلع الإشارة المقروءة دقيقة وسليمة، وفي الحالة هذا بوصل لمسافات أبعد، ممكن نوصل لمسافات أبعد باستخدام شيلدد يو تي بي اللي هو انشيلدد، والشيلدد تي بي اللي هو شيلدد توستد بير، شيلدد توستد بير أو انشيلدد twisted pair. اوكي. في مؤسسة عملت ستاندرز لهذه الأسلاك اللي هي Electronic Industries Association، كويس، عملت الستاندرز وقسمته لكاتيجوريز من 0 ل 7، كويس. فهي الكاتيجوري الأولى هذه قديمة طبعا، أسلاك التليفون القديمة الداتا ريت أقل من 0.1 ميجا بت بير سكند، يعني أقل من 100 ميجا بت 100 كيلو بت بير سكند. النوع الثاني unshielded، هذول الاثنين unshielded، كويس، والثالث والرابع. اوكي. هذا unshielded ايش ماله؟ لكن بوصل ممكن يحمل تي 1 لاينز اللي حكينا عنهم في الفيديو السابق، التي 1 لاينز في الشابتر السابق، كويس. وفي بعدين ظهر الثلاثه اشتهر كثير واستخدم بشكل كبير جدا في المؤسسات وفي الجامعه الاسلاميه، استخدم بشكل كبير لما عملنا الشبكه بتاعت الجامعه، كويس، استخدم في نهاية التسعينيات كان هذا الكلام، فبوصل لعشرة ميجا بت بير سكند. في بعد هيك ظهر الأربعة، كل واحد له ميزة لحظة، لكن التغير تحسن في الجودة بزود الداتا ريت، بزيد الداتا ريت اللي ممكن يوصله يعني يحمله، فهم وصل لعشرين ميجا، هم وصل لمية ميجا. الكاتيجوري 5 برضه موجود بشكل كبير في الجامعة الإسلامية، كل التوصيلات الحديثة 100 ميجا، لأن الشبكة عندنا 100 ميجا الآن، الشبكة في الجامعة أقل شيء بيصل 100 ميجا، وفي أكثر في الباك بون طبعا بيكون جيجا أو 10 جيجا. فعندنا 100 ميجا في الكاتيجوري 5، الكاتيجوري 6 عندنا 200، والكاتيجوري 7 عندنا 600 ميجا بت بير سكند. أوكي. طبعا في طرق لتحميل الواحد جيجا، في طرق على التويستد بير نحاس نحمل الواحد جيجا، وحندوسها إن شاء الله لاحقا في مساق الشبكات. نيجي للكونكترز، حاجة بسيطة يعني بالنسبة لنا، مش حندوس تفصيلها كيف مشبكة، لكن هذا الميل وهذا الفيميل بسموه RJ45 اختصارا لريجستر جاك، فهو RJ45 مشهور. طبعا في RJ11 تبع التليفون بتميزوا بينهم، تاع التليفون العريض هذاك اسمه RJ11، لكن هذا اسمه RJ45، تمام. فهذا الشكل تبعه، له طريقة للتوصيل، لو اشتغلنا في المختبر اللي ما جربش هذا الشيء في أي مكان أو في شركة،
في طريقة لترتيب الأسلاك. لما نحط الجاك هذا بكون السلك عندي، بنعري الأسلاك بنطلعها وبنثبتها في زي مكبس بتاع الشبكات، دائما بحملوا معهم، فبيكبس الأرجية بسموها، بيكبس الأرجية 45، هذا الجاك بكبسها على السلك وبصير متين وكويس. طبعا في أحيانا تيجي الأسلاك جاهزة، تيجي جاهزة مشبكة وجاهزة، وممكن إحنا نشبكها بالمكبس محليا يعني. أوكي، بالنسبة للبرفورمانس في عندنا attenuation. طبعا الاتنيويشن كبير نسبيا في التويستد بير، على الأقل مقارنة مع الفايبر اللي حندرسه بعد شوية. الاتنيويشن كبير زي ما شايفين، لو أخذنا من هذا المكان مثلا على الجاج هذا مثلا على السلك ال 22 جاج، الجاج هو مقياس للديامتر بس نظام أمريكي، فبيطلع 14 ديسيبل زي ما شايفين. لو أخذنا لفوقها على هذا 26، 29 أرفع طبعا، كل ما رفع السلك بياخذ يعني رقم جاج أكبر كويس، فبطلع 18 ديسيبل، هذا إشي كبير نسبيا. تمام أوكي. الأبليكيشنز طبعا في مجال الشبكات مستخدمة كلها في مجال الشبكات بشكل كبير جدا. الكوأكسل بدناش نمر عليه لأنه في الشبكات بطلنا نستخدمه، هذا مستخدم في أسلاك التليفون التلفزيون عفوا، برا بيستخدموه في شبكات التلفزيون اللي بتوصل التلفزيون كويس للبيوت، فبيستخدموه بشكل كبير. احنا حنفوت عنه، كان متعب، هو استخدامه متعب وتوصيلاته بتشبه يعني شغل، مع احترامي للسباكين يعني، تشبه شغل السباكين اللي هي الوصلات، التي هذا بسموه تي، شايفين كيف؟ زي في المواسير في تي، وفي عنا المرابط كلها زي المرابط بالضبط زي شغل المواسير والسباكة. وكانت حساسة جدا يعني، مشبكة الجهاز بجهاز بجهاز، لو واحد حرك جهاز بتفصل الشبكة أو ممكن تتأثر الشبكة، يعني مجرد واحد يعطس ممكن تتأثر الشبكة. فهي ما كانتش مجدية كثير في الشبكات، استخدمت لفترة في تكنولوجيا زي التن بيز 2 مثلا كويس، لكن الآن مش مستخدم. أوكي، نيجي للفايبر أوبتيك كيبل. الفايبر أوبتيك هو من أسلاك زجاجية يعني، أو يعني الآن بيعملوها مش من الزجاج كويس، من الفايبر طبعا من اسمها، مواد صناعية يعني مصنعة كويس. ترانسميت سيجنالز إن ذا فورم أوف لايت، وبنقل الصوت السيجنال على شكل ضوء وليس على شكل موجات يعني زي الكهرباء كهرومغناطيسية كويس، زي ما كان في الأسلاك النحاسية، لا هنا على شكل ضوء. لايت ترافلز ان ستريت لاين، من خصائص الضوء انه بيمشي في خط مستقيم، الشعاع بسميه الري، الري بيمشي في خط مستقيم ما دام ايش؟ يونيفورم سبستانس اللي هي ايش؟ الوسط، يعني نفس الوسط بالنسبة للكثافة، نفس الدنسيتي ونفس الكثافة. لكن لما بلاقي كثافة مختلفة ننتقل من وسط لوسط مع اختلاف الكثافة بصير انحراف في هذا الشعاع، كلكم تعرفوا يعني في الفيزياء بصير انحراف للشعاع. تمام، نشوف الرسومات هذه بتوضح. هاي هنا عندي هذا بسموه الكريتيكال انجل كويس، هنا عندي مور دنسيتي وهنا عندي ليس دنسيتي. تمام، وبالضبط السيليك هيك عنده كور وعنده كلادينج زي كسوه او كساء حواليه، ففي الكور بيكون مور دنسيتي وفي الكلاد ليس دنسيتي. طبعا لو كان الفرق مش كبير في الدنسيتي حيصير ايش؟ ريفراكشن، انكسار ويطلع برا الشعاع، بنفقده هيك، ضاع منا الشعاع، هداء الشعاع بالنسبه للداتا، ضاعت الداتا. لكن هم بيعملوا الفرق كبير، فرق كبير بحيث الشعاع يرجع يمشي جوا الزجاج، جوا الكور. هم الاثنين زجاج، هذا الزجاج وهذا الزجاج، بس اختلاف في الدنسيتي. تمام، فممكن يكون بهذا الشكل زي السنجل مود، في نوع بسموه سنجل مود، بحيث دائما يرسل في خط مستقيم زي هيك افقيا محسوب الدنسيتي قديش. وفي نوع اللي هو للمالتي مود بصير ريفليكشن، يعني بنعكس الشعاع بصير ريفليكشن وبرجع جوا السلك جوا الكور. طبعا لما بضرب هان برجع كمان جوا بنعكس ثاني
ولما بيصل للمنطقة هذه برضه حينعكس، مش مبين، حينعكس ثاني، وهكذا. طيب إذا في عندنا كلادينج وفي عندنا كور، وبينهم فرق بالدنسيتي. هذا مور دنس، ها كويس. البروباجيشن مودز، في عندنا بروباجيشن مودز بنسميهم في الفايبر اوبتيك، ثلاث انواع. في السنجل مود وفي المالتي مود، مقسوم لقسمين، ستيب اندكس مالتي مود وفي جريدد مالتي مود. ايش بيختلفوا عن بعض؟ نشوف على الرسمه مباشره. السنجل مود بكون سلك رفيع، رفيع كثير، وبوصل لمسافات بعيده، وبكون من هذا النوع، ومن هذا النوع السنجل مود، دائما بيكسر الشعاع بحيث يطلع في خط مستقيم، خط مستقيم، وظل واصل لل شو اسمه للهدف تبعه. هي هنا شرحه كويس. فهو دائما الانكسار عنده بتجي ب 90 درجه، زي ما انتم شايفين في الرسمه فوق، 90 درجه الانكسار هي. اوكي، هذا السنجل مود. بالنسبه للمالتي مود قلنا في ستيب اندكس وفي جريدد اندكس. الستيب اندكس الانكسار بصير مره واحده، يعني الفرق في الدنسيتي بحدث في هذا المكان، الانترفيس بنسميه بين الكور والكلادنج، الحد الفاصل، فبحدث في هذا المكان وبنكسر مره واحده، بيرجع بصير الريفليكشن، بنعكس الشعاع مره واحده وبيرجع ثاني ضمن الكور، وبضل ينعكس ينعكس مره واحده، بنعكس ضمن الكور، بضعف الشعاع شويه في الطريقه هذه. الجريدد اندكس معمول انه درجات، الكور شايفين الكور مقسم الدنسيتي تبعته، كل ما طلع لفوق بتقل الدنسيتي، بتقل الدنسيتي، فبصير ينكسر شويه شويه لحد ما ينعكس من اول وجديد، لكن جرادولي، ها شويه شويه، فبطلع وكانه منحني الشعاع زي ما انتم شايفين، وكانه بتسنى منحني، فهذا بوصل لمسافه ابعد، ويعني بوصل بجوده افضل الاشعه، او اللي هي طبعا السيجنال، يعني اللي هي الداتا في النهايه. تمام، فهذه الفروقات بينهم. اذا الستيب اندكس زي ما تشوفي مره واحده وبيفقد شيء من القوه بتاعته، هذا الجريدد اندكس، وهذا السنجل مود اللي بوصل لمسافات ابعد، واغلى واحد هو في الثمن. بالنسبه للاحجام بتاعت السلاك والتايبس، التايب له علاقه بالكور وبالكلادنج، يعني قديش هم العرض تبعهم او القطر. ففي منه مثلا نوع 50 على 125، هذا مالتي مود جريدد اندكس، ها ايش ماله؟ 50 الكور 50 مايكرومتر يعني، والكلادنج 125 مايكرومتر، وهكذا بالطريقه هذه. هذا سنجل مود الوحيد فيهم، 725 على 7 مايكرون، 7 عفوا مايكرومتر، نعم 7 مايكرومتر الكور، و 125 مايكرومتر اللي هو الكلادنج. بالنسبه لتركيب السلك شكله زي هيك، في عندي الكور جوا، الكور هي بنسمي الكور جوا. طيب احنا بنشوف زجاج يعني كانه متصل فوق، مش حنميز كور عن كلادنج، هو زجاج، هو رفيع جدا زي الشعره، يعني انت مش حتشوفه لو مسكته بايدك كويس، مغطى بزجاج اخر اللي هو الكلادنج، احنا بالعين مش حنميز بينهم. بعد هيك مغطى ببلاستيك بفر، اذا في عازل بلاستيكي فوق وراه، يعني حمايه له طبعا حتى يكون مرن. وبعد هيك مغطى بكيفلار، يعني هذه ماده فايبر، الكيفلار من شركه ديوبونت، ديوبونت كيفلار بسموه، مغطى بهذا الكيفلار. الكيفلار حاجه قديمه يعني، مصنوع من زمان، من 65 اخترعته هذه الشركه ودخل في الصناعات وكذا، قوي جدا، يقال اقوى من الستيل، يعني اقوى من الحديد الصلب كويس. فهو بينحط هنا حتى يقوي السلك لما ينشد وكذا، وفي نفس الوقت بيعطي له مرونه، فهو ممتاز جدا. وفي الاوتر جاكيت في الاخر بلاستيك من الخارج، هيك بيكون شكل السلك، وكله على بعضه رفيع، يعني حتى من هان لما تشوفه بتلاقيه رفيع كثير. وفي عمره شافه، في زمان كان ينباع فازة زي مزهرية هيك، كيف شكلها؟ زي هيك جاية، عبارة عن أسلاك واقفة وقوف هيك، كانت تنباع في السوق زمان كويس. هذه الفازة
والاسلاك هذه في اضاءه من تحتها، في مصدر ضوء من جوا من هان، غيرت الضوء يبدو غيرته، اوكي في هنا مصدر ضوء اذا، وبتلاقي بناء عليه انه نهايه الاسلاك كلها معريه فمضيئه، بتلاقي نهايه الاسلاك هذه مضيئه، ربما شفتوها هذه الفازه عند حدا. المهم هذه هي في الغالب اسلاك الفايبر، هي نفس اسلاك الفايبر كويس، لكن يعني اسلاك يبدو قديمه ومش لازم فقطعوها وعملوها الفازه هذه. عندنا في الجامعه موجوده، لو جيتوا على الجامعه ورجعنا على المختبر ممكن نشوفها يعني، وشوفوا اشياء اكثر من هيك، شوفوا الكونكترز كمان اللي انا مش مطالبكم فيها، لانه صعب موضوع الكونكترز مش سهل، وحتى المختصين بتعبوا فيها، ما زال من الصعوبات يعني من الديس ادفانتجز تاعت الفايبر صعوبه التعامل مع الكونكترز. لها اسماء اس تي واس سي، اس تي واس سي، كونكترز الاثنين موجودين، نظامين موجودين عندنا في الجامعه ومطبقين، لو صار فرصه بنشوف. الجزئيه اللي كانت غير مطلوب فقط بتخص الكونكترز، هنا بتخص الكونكترز، وفوق كان الكوأكسل فقط، هما الجزئين هذول. بالنسبه ل اللهم صل على محمد، بالنسبه للبيرفورمانس في عندنا رسمه بتوضح، طبعا وضعه كثير احسن من التويستد واحسن من الكوأكسل. على فكره الكوأكسل اللي احنا فطينا عنه، لاحظ حتى لو اخذنا خط هيك، لو اخذنا خط هيك طلع قريب من ال 30 ديسيبل الاتنيويشن عنده، اللوس في السيجنال على هذا التردد قريب من ال 30 ديسيبل، فشيء كثير جدا. لكن في الفايبر عملت الخط انا هيو، لاحظ وين لو من هنا مثلا على 1600 هذه كويس، بس هان لطول الموجه شغال على طول الموجه كويس. قديش هنا بكون الاتنيويشن؟ 0.2 مثلا ديسيبل، 0.2 ديسيبل حاجه قليله جدا يعني. فحتى لو اخذنا اعلى منطقه هان يعني 10 ديسيبل، اعلى منطقه طبعا في المتوسط هو حوالين الواحد ونص ديسيبل، فهو يعني مجدي جدا الارسال على الفايبر، بوصل لمسافات بعيده وعنده باند ويدث عالي، هاي الباند ويدث لاحظوا بوصل ل 1600 جيجا بت بير سكند، هذا شيء كبير. لما طبعا مع استخدام الويف ديفيجن مالتيبلكسنج، لانه هو ضوء بيستخدموه للويف ديفيجن، ممكن نوصل ل 1600 جيجا بت بير سكند. اخر حاجه في هذا الفيديو حنتعرف على الادفانتجز والديس ادفانتجز للفايبر اوبتيك كيبلز. من الادفانتجز هاير باندويث زي ما شفنا 1600 مثلا، لوس سيجنال اتنيويشن لسه، عفوا سيجنال اتنيويشن لسه الان شفناه، الاتنيويشن قليل عنده. ايش كمان؟ اميونيتي تو الكترومغنتيك انترفيرنس، بتاثرش بالالكترومغنتيك انترفيرنس. الاسلاك النحاسيه يا جماعه ممكن التنصت عليها، ممكن حدا يحط جهاز معين مقابل سلك جاي على مؤسسه معينه، وهذا الجهاز يلتقط كل الداتا اللي بتمر في السلك ويتجسس على المؤسسه من خارج المؤسسه، يعني السلك اللي طالع من عندهم على الانترنت بحط جهاز قريب منه وموجود هذا من زمان، وبتنصت على كل الداتا اللي طالعه من هذه المؤسسه. هذا اذا السلك كان نحاس هذا وارد، لكن لو السلك كان فايبر خلص راحت عليه. السلك فايبر فيش جهاز بيقدر ايش؟ لانه ما بيعملش انترفيرنج حواليه، فيش جهاز بيقدر يتنصت عليه ويسرق الداتا. فهو اذا عنده اميونيتي تو الكترومغنتيك انترفيرنس، ما بتاثرش بالانترفيرنس اللي جاي من برا، الانترفيرنس اللي جاي من برا. اما بالنسبه لسرقه المعلومات والتجسس يعني هذا البند انسب لها اللي هو ايش؟ ريزيستنت، لا 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 هي جريتر اميونيتي تو تابينج، هي هذا هو جريتر اميونيتي تو تابينج، عنده مقاومه او مناعه ضد التنصت او التجسس اللي هي التابينج بنسميها، اللي هي اللي انا شرحته الان، اللي شرحته الان. لكن الاميونيتي تو الكترونيك انترفيرنس المقصود لو في نويز، لو في جهاز بيعطي نويز قاعد بياثر، لو سلك نحاس بتاثر وبشوش بيعمل له تشويش، لكن الفايبر بنعملوش تشويش، وفي نفس الوقت اميونيتي تابينج بقدرش انا اتنصت عليه واسرق الداتا،
ولايت ويت وزنه خفيف، يعني ممكن تحمل لفه كامله وتلاقي وزنها خفيف. واخر حاجه ريزيستنس تو كورسيف ماتيريالز، ضد يعني عوامل الصدأ والمواد اللي بتصدئ، في عنده مقاومه لهذا الشيء افضل من النحاس، فعمره اطول، يعني عمره اطول من عمر اسلاك النحاس، بدأت في مناطق على البحر وفيها يعني اوضاع صعبه. طيب disadvantages، اول شيء الكوست، هو غالي، غالي الثمن بالنسبه للنحاس. بعدين يوني دايركشنال، انا بحتاج سلكين، سلك للي رايح وسلك للي جاي، كويس. انستاليشن اند مينتنس، وكذلك الانستاليشن تبعته صعبه، قلت لكم الكونكترز، الكونكترز مش سهله والتعامل معها صعب، والاجهزه لما انقطع بنقطع السلك في جهاز بوصله برضه لازم واحد يكون خبير لما يوصل السلك في حاله انقطع وهكذا، فعنده يعني الشغل معاه مش سهل، بده واحد عنده خبره، لكن في النحاس ممكن على طول المهندس يتعلم الشغله ويشتغل فيه بدون مشاكل. اوكي، بكفي في هذا الفيديو، وبنكمل الجزئيه المتبقيه من شابتر 7 في الفيديو التالي اللي هي الان جايدد ميديا وايرلس، وهذا برفع لكم اياه ان شاء الله، وبكون الكويز في الكويز في بنشوف ممكن نعمل اسايمنت بسيط، هذا الشابتر مش مستاهل كويز، بعمل اسايمنت في وقت قريب يعني بنزله وبتحلوا بس الاسايمنت. تمام، يعطيكم العافيه.